مؤلف ومخرج مسرحية المكنسة الذهبية. نحن في هذا المساء نتواجد في قاعة عفيفي بالجديدة، هذه المرة الثانية اللي كان عرض هنا في مدينة الجديدة. وعرض المكنسة الذهبية كما هو معلوم هو مخصص بالضبط للطفل، ومن خلاله يعني نحاول أن يعني نظهر مجددا أهمية الحفاظ على البيئة من خلال قصة بسيطة لشخص شرير، وضعنا هذه الصفة بين قوسين أنه شرير يريد الشر لمدينة جميلة، فيغرس الكسل في نفوس الأطفال والساكنة بصفة عامة. والحكاية تحاول أن تستنهض الهمم مجددا وأن تظهر القيم النبيلة، وأن يعني هذا بتكاثف الجهود وبالإيمان بالثوابت ديالنا ممكن أننا نتغلبوا على كل ما هو شرير. وطبعا أن الفكرة ديال الأزبال أو الفكرة ديال القمامة اللي أصبحت تملأ المدينة هي في الحقيقة مجرد رمز، فنحن يعني من خلالها يعني نطرح أفكار أخرى ربما أكثر عمقا اللي ولات كتعششنا في المجتمع الآن، يعني من بعد السلوكات، من بعد الأفكار، من بعد يعني كل ما يمكنه أن يسيء إلى ماضينا وإلى ذاكرتنا وإلى قيمنا لا الدينية ولا المجتمعية.